اللهم صل على النبي، اللهم صل. مين؟ سما، سما، اسمع سما، شوف ربنا بعت لنا عطية، بعت لنا عطية غطت من البيت. ده ابنك يا ابني؟ انت هتجوزني يا راجل؟ انت ابن مين العيل ده؟ انا ما اعرفش واد ولا بنت لسه. استني كده، ده ولد، ولد يا سمر، ولد. بس حبيبي بيعيط بيعيط. بنفخر وبيسكت. انت بمسك كده، امسك، هقفل الباب. بس يا اخويا، بس يا اخويا، تعال لامك يا اخويا. بقول لك ايه، ابني ازاي ده وابن منين؟ بس 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 اسمع، انا ما اعرفش. الباب خبط ورن الجرس، خرجت ما لقيتش حد، لقيت الواد ده مرمي وبيبص لي بيضحك. والله العظيم كان بيضحك. يعني جرس الباب رن، فتحت لقيته؟ معقوله؟ ربنا بعته لنا، عطيه من عند الله. يبقى اكيد واحده غلطت جت سابته هنا قدام الباب. ملناش فيه، عطيه قلت لنا ورزق جنة خد باب البيت. قال لهم لا، معقوله كده؟ بس اللي سابه ده اكيد عارف ان احنا هنموت على عيل. ده انا بوس ايده قبل رجله. انت بتقولي ايه؟ طب ما ما حلو كويس الحمد لله. حلو ايه يا راجل انت؟ طب بعدين هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هقول لك، انا جت فكره حلوه قوي. ايه؟ انت احنا نقول انت حامل، ها؟ وبعدين تحط البطانه مخده كده في بطنك صغيره كانك في الشهر الاول. معقولة يا مخلص يكون ربنا بعت لنا العيل اللي هنموت عليه بالسهولة دي؟ بس عطية ده مش اسم قديم، بس حلو. هو عطية من عند الله، والله العظيم عطية من عند الله. ونعم بالله. ده حلو قوي. أنا حاسس إن هو جعان وتعبان كده. أنا هنزل أجيب له بقسماط وبسكوت وحاجات حلوة ومصاصة بسرعة. بقسماط إيه وبسكوت إيه يا راجل؟ العيل بيرضع. بص بص، روح الصيدلية هات له، هات له لبن بودرة وهات له بامبرز. احلى كلمه في حياتي. والله عليك، والله عليك، مفيش ابعد مني. انت بص، انت اسمع نفسك ومفتاح المخ. طبعا انت متاخر. يا رب، بشكرك يا رب، بشكرك.